هاي، نصيحة منيحة مع توني اليوم رح تكون عن الأوفن أو الفرن مثل ما البعض بيقولوا. الأوفن لوحده فينا نلاقيه غاز غاز، فينا نلاقيه غاز كهرباء، وفينا نلاقيه كهرباء كهرباء. لما نحكي عن غاز غاز، في عنا مشكلة كلنا بنواجهها، بقول ليش بدنا نفتح باب الفرن؟ لأنه بكل بساطة هيدا الفرن لما يكون عم بيولع من تحت في له تنفيسي لحتى الهواء يفوت، وبساعد هيدا الهواء لأنه يحترق ويتحول النار بقلب الفرن. أما لما بدي أشتغل على الفرن وولعه من فوق للتحمير، بطبيعة الحال نحنا مضطرين إنه نفتح الباب لحتى نساعد إنه الهواء يفوت على قلب الفرن ونحمر. بالكهرباء ما عنا مشكل هيدا الموضوع، لأنه اليوم نحنا عم نشتغل على ريزيستانس موجود بقلب الفرن من تحت ومن فوق، سو نحنا فينا نستعمل الفرن تبعنا مثل ما نحنا بدنا. لما نستعمل فرن الغاز غاز رح نلاقي انه الصينية اللي عم نشتغل عليها يمكن ما استوت كلها مع بعضها، لانه نحن ما عم نقدر نركلج نسبة الهواء بقلب الفرن. اما لما نشتغل على الكهرباء، الكهرباء رح يساعدنا انه يوزع حرارة بقلب الفرن بطريقة متساوية، وهيك بتكون الصينية كلها عم تستوي مع بعضها. من اهم 3 صفات انا بتطلع عليه للفرن، اول شيء بدي اطلع على الباب تبعه، قديش نسبه انه بيضبط الحراره من خلال الجلد الموجوده على الباب او من خلال الازاز اللي موجوده بالباب. لنقدر نعرف هالفرن كم ازازه بطريقه كتير معدومه، بنخلي معنا قديحه ومندور القديحه قدام باب الفرن، وهيدي القديحه رح تعطينا كم نار موجود على الازاز. كيف فينا ننظف الفرن تبعنا؟ كل اللي عليكم تعملوه انكم بتجيبوا خل وبتجيبوا كربونات وبتجيبوا دواء جلي وبتعملوهم مثل معجون مع مي، وهيدي المعجونة اللي بتصير عنا بدنا ندهن فيها الفرن كله، ومن بعد ما ندهن الفرن بنتركه لمدة 30 دقيقة مينيموم، ومن بعدها بنجيب فرشاية صغيرة بنجرب نحف الدهون اللي أوريدي ملزقة بقلب الفرن، وبنرجع بنمسحهم بسفنجة الجلي وبنمسحهم بنرجع بشقفة. أما بالنسبة لتعقيم الفرن، بنجيب صينية بنعبي بقلبها مي وبنحط بقلبها خل وحامض وبدور الفرن على حرارة عالية. مش مقبول ابدا ان انا لما استعمل فرن افتحه لاسحب الصينيه ان هيدي الصينيه حطها انا على ازازه الفرن، لانه هذا الشيء راح يسبب انه هيدي الازازه معقول تطق. اكثر نسبه جراثيم راح تكون موجوده بقلب الفرن هي على الباب، سو كمان من المحبذ انه ننقي فرن سهل انه نفك بابه ونفك الازاز تبعه لنقدر ننظفهم ونرده. اكثر منها بيواجهوا مشكله انه بيشوف الفرن تبعهم عم يطفي. طبيعي اذا كان اليوم الفرن تبعي بيولع من فوق على الغاز، سو كرمال هيك انا لما بدي ولع للتحمير لازم افتح باب الفرن، وهيك نحن نتاكد ان الفرن تبعنا منه منزوع، بس انه لازم نفتح الباب. انطرونا بنصيحه منيحه اسبوع الجاي.